اليوم كان يوم دراسي تكويني متواصل للأطباء المختصين وغير المختصين، الأطباء العامين. الجديد في هذا اليوم التكويني المتواصل هو إبراز حقيقة الرقمنة في الملف الطبي والملف الطبي الشرعي، العمل بتوصية سيد رئيس الجمهورية للنص وأكد على تطبيق الرقمنة في الملف الطبي عامة وفي الملف الطبي الشرعي خاصة، خاطش فيها إبراز الحقائق قرينة علمية يدخل فيها الطبيب الشرعي كخبير ويتساعد بصفة فعالة رجال القانون لإبراز الحقيقة وإعادة الاعتبار لذوي الحقوق. اليوم التكويني المتواصل هذا يعني مفيد جدا، وكانت فيها عدة أسئلة، فيها متدخلين، فيها حضور لوكلاء جمهورية، فيها شرطة تقنية علمية، فيها كذلك عوندرك الوطني، وكان فيه يعني تبادل للآراء، فيها أسئلة، فيها أجوبة. في بعض الأسئلة كان فيها غموض من حيث البروتوكولات من المادات في القانون، وهذا يعني ساعد بصفة فعالة لإبراز الأشياء المفيدة في نطاق الخبرة للطبيب الشرعي وكذلك للطبيب في عمله في اليومي، وكذلك بالنسبة إلى وكلاء الجمهورية لإفادتهم علميا بهذه الحقائق العلمية، وكذلك إبراز الرقمنة وكيف تفيد في تطويق البروتوكولات وتدخلات تاع كل المتدخلين والمهنيين. شكرا.